دارلينج، اهلا وسهلا فيك ببرنامجك راح يصير المفضل فاشن سنس مع نيلي، البرنامج اللي بيجاوبك على كل اسئلتك بخصوص الموضه وبخصوص كل شيء بيتعلق بالمراه وشو بتعوز بطريقه صريحه واكيده. انا نيلي زهر، اليوم حرفقكم باول حلقاتنا من حلقات فاشن سنس اللي راح تكون مليئه بالاثاره وبالاجوبه الصريحه اللي انت تتمني انه حدا قال لك اياها قبل. فاشن سنس هو برنامج اكيد صريح ومفيد، ونحن مش هون تنضيع لكم وقتكم، خاصة أنا هون تعطيكم الموضة مثل ما هي، الموضة الصريحة، الموضة الأكيدة، ومني هيدا وعد. كون هاي حلقتنا الأولى من فاشن سنس، خليني أخبركم أكثر على سيجمنت الأربعة اللي خبير بنيها. السيجمنت الأول رح نتعرف على شخصية كتير حلوة مع خبيرة التجميل عبير ياسين، بالفقرة الثانية كمان حيكون معنا ريبورتاج واللي هو فاشن فرنزي من دكتور اختصاصي تجميل، رح يخبرنا السلبيات وأكيد الإيجابيات بالنسبة لعمليات التجميل وليش بال2009 صارت نسبة العمليات بلبنان زادت 5%. أما بالنسبة للفقرة الثالثة رح تكون بالمطبخ، بس مش للطبخ، هنتعرف أكثر بالغراض الموجودة عنا بالبراد تنستفيد منها، واليوم حعلمكم كيف تعملوا ماسك للوجه. بفقرتنا الأخيرة واللي هي الفاشن ريسايكلينج رح علمكم كيف تستفيدوا من التياب اللي كبينهم بالخزانة، رح نطلعهم ونجرب نستفيد منهم بتغيير بسيط أو بقصة معينة. بقى خليكم معنا وما تفلوا، لأن فاشن سنس هلأ بلش. عبير ياسين اسم لامع جدا بعالم فن المكياج. عبير ياسين قدرت تثبت جدارتها ومهارتها بفنها بالعالم العربي وخاصة بموطنها الكويت، وتأهلت فينا بالأتيليه الصالون مشان نحكي شوي وندردش ونتعرف عليها أكثر. بقى الحقوني. بقيتوا معنا مع فاشن سنس، لان عبير ياسين رحبت فينا ترحيب كتير كتير حلو، وانا هلا قاعده معها مشان ندردش شوي ونعرف شو المفاجآت اللي مخبيتنا يا هون. اهلا وسهلا فيكي عبير. شكرا حبيبتي. اول شيء بدايه المكياج هي النظافه، صح؟ انت برايك قديش هيدا مهم مشان المكياج يتاثر ويبين احلى؟ هذا الشغلة اللي احنا قاعد نتكلم عنها هي بشرة. طبعا البشرة جدا جدا مهمة، هي اساس كل شيء. ما في وجه نقدر نحكم عليه حلو او رسمة عيون حلوة وما يكون في بشرة، يعني السحنة او التان يكون شكله مو نظيف ومو طبيعي وحلو. لازم يكون اللون، درجة اللون صح، ولازم هم الشغلة المهمة هي نظافة البشرة. نظافة البشرة ونظافة الشغل اللي فوق البشرة، هالشيئين هم المهمين اللي يحكمون انه يخلون شكل الميك اب واو، صح؟ مزبوط. واحنا اكثر شيء نلاحظ ان الناس لا تعير اهتمام، خصوصا الناس العادية، ما نقول البروفيشنال ميك اب، بس الناس العادية هم اللي ما قاعد يعيرون اهتمام لنظافة الميك اب، وايه نظافة شكل الفاونديشن والبشرة نفسها، ان يعني نعيد لها اهتمام، ننظفها والاشياء الثانيه اللي احنا راح نتكلم عنها. سؤالي الثاني هو، في عندك كثير ناس بيستعملوا الفيتامينات مشان تقويه البشره ومشان انه يحافظوا على نقاوه البشره، انت برايك قديش هو مهم؟ شو هي الفيتامينات اللي ممكن سيده تاخذهم
وضروري تاكل معهم، يعني مثلا تفاحه او سندويشه، لان في كثير ناس بياخذوها بلا اكل، هيدا مضر بفتكر. شو رايك؟ رايي الفيتامينات كلها مهمه، اهم شيء هو العامل الاساسي. احنا كلنا نعرف فيتامين سي اهم شيء، هو اللي قاعد يساعدنا على النضاره، يساعدنا على حلول كثير من مشاكل البشره، سبيشلي البثور، وحتى يقول لك ان الوايتنينج. يعني انا ما اقول ان فيتامين سي هو المهم، اكيد في اشياء كثيره، يعني في عندك املاح معدنيه او مثل اللي معروف يقولون عنها المينرال، الأملاح المعدنية اللي هي اسمها السيلينيوم، هي اللي لها علاقة بالسترس، مغنيسيوم، زنك، كل هالأشياء مهمة للبشرة، للفثور، خصوصا ان احنا حياتنا صارت سترس، كلها سترس سترس طول اليوم سترس. البالانس مال الفود هو له علاقة بالفيتامينات، يعني مو اروح اخذ فيتامينات واكل غلط. الشيء الاساسي في الفيتامينز هو شرب الماء، اذا انا ما راح اشرب ماء ما راح اتخلص من الفائض من الفيتامينات اللي المفروض يطلع من الجسم، لان البالانس كثير مهم، ما يصير الواحد يكون عنده يعني ممكن يكون يحوش التسمم من كثير فيتامينات. فالبالانس هو اهم شيء، وشرب الماء، واني اخذ مالتي فيتامينز وسبيشلي فيتامين سي على حسب حياتي اليوميه. تعديل بالاكل، الانتظام بالاكل، والجنك فود اكس كبير. اوكي، في كثير ناس بيروحوا بيعملوا ليزر. اوكي، وانا بعرف انه في كثير نسوان عملوها، بالنهايه يعانوا من بقع موجوده على الجلده. كيف فينا نتخلص من هالبيجمنتيشن اللي موجود والديسكولوريشن من بعد ما تعملي ليزر تريتمنت؟ بعد الليزر تريتمنت او اي تريتمنت يسبب خلينا نقول الكلف او البقع السوداء، هذه ساعات تكون حساسيه تحولت الى بقع، حتى الحساسيه تسبب بقع سوداء او داكنه في الجسم. انا بدي انزل اشتري برودوي لوجهي، اوكي، بدي احافظ عليه، شو ممكن انا اشتري؟ هل هو الغالي سعره فيه او ممكن انا اوفق بين الاثنين؟ ممكن نوفق بالاشياء الغاليه والرخيصه كمنتج مكياج، يعني ممكن انا يعني استغني عن الاشياء الغاليه في، خلينا نقول مثلا في قلم الكحل الملون، بس في اشياء اساسيه، الماسكرا، قلم الكحل مثلا الاسود، هذه اشياء انا استخدمها يوميا، فانا محتاجه مثلا استخدم شغله لازم تكون وايد غاليه يعني ثمنها فيها، مو شرط تكون غاليه وايد، في برودكت متوسطه بس تعمل بالسوق نفس النتيجه، بس في اشياء رخيصه ضاره، انا ما اقدر احط ماسكرا ضاره لان عيني يعني بالنهاية ممكن يصير فيها شيء، او ما يصير استخدم كحل، يعني احنا نحطه بقلب العين صح، نحطه داخل العين فممكن يسبب حساسيه. كثير من المنتجات حتى لو هي مرخصه من وزاره الصحه او يعني في اي ديره تكون فيها مواد ضاره شوي، تكون ضروري تكون حساسة. طبيه طبعا، برودكت يكون طبي بس نوعيه تكون جيده، مش ضروري انه سعرها يكون غالي تتكون هي المفيده، تكون طبيه، هيدا اهم شيء. نحن النسوان بعصرنا هيدا ما عندنا وقت ابدا انه نعمل ريلاكس، بقى بفقرتنا بفقره الفاشن سالاد انا هعلمكم طريقه كيف تعملوا فيها ريلاكس وتعملوا فيها ماسك للوجه كثير مفيد وكثير اورجانيك،
ومنه كتير صعب إننا نعمله، بالعكس هو كتير هين بالأغراض الموجودة عندنا بالمطبخ. يلي منحتاجه لهيدا الماسك اللي رح يفيد بشرتنا كتير هو واحد كيوي لواحد أفوكادو. رح ناخد الكيوي والأفوكادو أكيد نغسلهم كتير منيح لأن حنستعملهم بقشرتهم، رح نقصهم بالنص على هيدا الشكل ورح نحطهم بقلب البلندر وبالنهاية بيطلعوا بهيدا الشكل. هلأ بيتغير شوي من التكستشر تبع الأفوكادو بس ما تخافوا، فيكم ترجع تحطوه على وشكم. تنخفف شوي من الإريتيشن فينا نحط شوية مزهر، بنحطهم على وجهنا لفترة نص ساعة وبنرجع بنغسل وبنرجع بنحط مزهر مرة تانية. وهيدا الماسك كتير مفيد وكتير أورجانيك وكتير حتشكروني من بعد ما تستعملوه. دي حلقتنا اليوم بفقرتنا بالفاشن ريسايكلينج، عندنا دايسة كتير فاشنبل وكتير لذيذة رح نتعرف عليها بعد شوي، ورح نساعدكم ونقلكم شو ممكن تعملوا بجينزكم القديم والاكسسوارات الموجودة عندكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة عروبة وتر ببروغرامك فاشن سنس. شكرا. البرودويات اللي أنت بتستعمليها لوجهك أنت بتتبعيها أو بتنسيها أوقات؟ وإذا نسيتيها بتحسي حالك عملتي شي غلط البرودوي والكريم؟ Yeah, in a way or another, إيه. بضل أنا مواظبة. بحب. بحسسني إنه I'm fine. So, في برودوي ياباني بضل بستعمله، صار لي شيء أكثر من 15 سنة بستعمله. ومبسوطة عليه، ماشي الحال، بس ما في مانع من كل فترة وفترة بغير، شو في موضة، بتعرفي يعني. Okay, so أنت من النوع اللي بتلحق الموضة والفاشن. بحب. سؤالي لك، البراندات الموجودة هلا بكثرة بغلاوتها وبحلاوتها بيقولوا، في ناس بيقولوا انه المرأة هي اللي بتلبس البراند او البراند هو اللي بيلبس المرأة، انت شو رأيك بهالموضوع؟ انا مع المرأة شو ما بدها تلبس تنبسط. انا برأيي لبس الماركات بيعطي احساس للمرأة حلو. هدول الناس اللي ورا الماركات ناس عندهم تاريخهم وعندهم مصداقيتهم وعندهم شغلهم، الناس مسخرين حالهم بهالحياة ليلبسونا، فليه لا، خلينا نلبسهم بالضبط. وبعدين ايه لازم نسق فيهم، وبعدين الماركات حلو لبسها، وبعدين الاشياء الخياطة التفاصيل الدقيقة كله بيعد لمصلحة القطعة اللي بدك تلبسيها. بس بالنهاية المرأة اللي بتلبس، وما لازم نكون نحن عبد لماركة، نحن بدنا نشكل من هون من هون من هون. أنا ما عندي مانع بالخلط بين الماركات. الماركات فيها الجودة، فيها المصداقية وفيها التاريخ، بالنهاية هي اللي بتطلع على المرأة، والمرأة اللي بتعرف تلبس لبسة بتطلع على القطعة أحلى أحلى وأحلى تكون. حتى لو ما كانت براند. Of course. So, أنا بأيدك هيدا الرأي، وبزيد عليه كمان شغلة تانية إنه المرأة اللي عارفة تلبس عارفة شو تنقي من الموضة حتى لو ما كان براند، فيها تلبقوا على شيء تاني وبيطلع واو بالنهاية. طبعاً هلأ الماركات إن كان عالية ولا إن كان رخيصة كلها بالنهاية ماركات، وكلها بيتبع لحس المرأة شو بتحس وشو بدها من الموضة. طب هلأ من بعد ما رحنا شوبينج واشترينا البنطلون هيدا والبلوزي هاي والجاكيت وصار عنا كتير 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 تياب مش عارفين شو نعمل فيهم، يلي كبر علينا اللي صغر علينا، شو ممكن نحنا نعمل؟ شو ممكن دكتورة عروبة تعمل بكل هالتياب الزيادة اللي عندها اياهم بتحطيهن؟ شو بتعملي فيهم؟ شي بوزع، شي بحتفظ فيه يلي له هيك ذكرى معينة، شي بتصرف فيه، ما عندي مانع أي شي. أوكي. وبس تتكدس التياب الكثيرة شو بيصير بعدين؟ بعد ما استعمل خزن الأولاد من أصقيس من قيم من يعني ما عندي مانع أي شيء. وهلأ مثل ما تفضلت مدام عروبة وقالت لنا رح نطلع لفوق نحنا ونطلع الجينز ونعملكم اكسسوار كتير حلو، بقى خليكم معنا.
شو رأيك؟ أيه فيك تتخلي عنه؟ تخلي تخلي هذا تخلي أوكي. لا 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 حرام هاي. أوكي هيدا شوفوا هيدا الجينز جينز عادي عطتنا إياه ليكون ضحية للإكسسوار اللي رح نعمله هلا. شو عندك إكسسوار؟ أي ها قديم هيك هيك بس هالطج الله شيلي كل شيء ذهبي كل شيء ذهبي شيلي كل شيء ذهبي شيلي حطيه على جنب عشان نقدر نستغله ونحطه على الجينز. هلا انتم اكيد مش عارفين شو عم نعمل بس بالنهايه حتتضح الرؤيه وحيبين كل شيء صح. هاي اكيد الاغراض اللي ما بتستعمليها اكيد هيدا ضايع فرجي تبعيته وكذا خلص. هلا بناخذ نقاط هون انت خدي الكبير اوكي انت قصتي هون وانا بقص هون اوكي يلا شفتي شو حلو قلبنا كيف اوكي قوي قوي هلا بدنا نعمل فيه ديكور بدنا نعمل فيه منظر بقى بنخليه شوي قصير من هون ها وطويل من مايلتك هير هير قصير من هون نعمله طويل من مايلتك. هو الفكرة هي انه بدنا نستعمله شيء لحزام. So what do we do عشان يطلع هيك بمنظر نايف بهالشكل واو والشكل بيتر اكثر اوكي عشان تقدر تشيل لحزام you have to cut this off قصتي off لان تفتحها اها واو هلا اذا حبيتي تلبسيه فوق الجينز هلا اكيد بلا هيدا يعني بنلبس فوق الجينز. هلا اذا حبينا نعطي شويه لمعه عليه شو بنعمل؟ نجيب الاكسسوارات القديمه ونركبهم بالخياط اكيد بتعرفوا تخيطوا بالبيت بطريقه عشان يبين الاكسسوار بنركبهم حد بعض بالوان مختلفة وبيتخيطوا حد بعض مثل ما يجوا